أهلا بكم من جديد مشاهدينا في أولى محطاتنا سنسلط الضوء اليوم في هذه الفقرة على موضوع هام جدا وهو التنمر ظاهرة عدوانية وغير مرغوب فيها ينطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم طبعا للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا ماجدة أبو غوش أخصائية اجتماعية في الإغاثة الطبية يسعد صباحك صباح الخير صباح بالبداية ماجدة خلينا نعرف شو هو التنمر ظاهرة التنمر هاي إيش تعرفها هي ظاهرة التنمر قبل ما نروح شو ممكن يرجع من الكلمة نفسها م -م. اللي هي سلوك زي ما حكيتوا انتوا، سلوك ممكن ينتج من فرد او ممكن يكونوا من مجموعه ضد فرد او ضد مجموعه، <applause> بتكون هدفها كيف تسيطر تسيطر بقانون بطريقه بتكون عنيفه لا اخلاقيه طبعا خارجه من نظام او قوانين متفق عليها سواء في اسره او في مجتمع او في مدرسه او في اي ميدان او في مجال عمل، هدفها طبعا السيطره، هدفها بث الرعب، هدفها العنف مرات لا محدود اللي بيأدي إلى ممكن كوارث مم. لاحقا على الطرفين ما بنحكي بس على طريق على الشخص الضعيف اللي صار عليه التنمر نعم. وحتى مجموعة التنمر وهي إلها طبعا زي ما حكينا إلها أسباب فممكن نرجع كمان إنه ممكن من تنمر شو مفهومها ولا إيش إجات وممكن تفسيرها من خلال إنه إشي بين قسين لا إنساني حيواني اللي نعم. هو زي كأنه شريعة الغاب زي ما بنحكي كنمر مثلا من الإسم يعني. بالضبط إنه زي كأنه شيء حيوان شرس بيحاول يسيطر على المنطقه اللي هو موجود فيها سواء من خلال طريقه افتراسيه بطريقه تهديد تخويف مشان يحصل على هو يشبع رغبته وغريزته اللي هو موجود فيها نعم. من دون زي ما بيحكوا مرات احنا بنحكي قانون الغاب يوم ما يكونش هناك منطقه او, أو, أو بالضبط نعم. انه في نظام بيحكم الناس كل واحد باخذ حقه وبعطي اللي عليه زي ما بيحكوا يعني مواصفات المتنمر مه. على الاشخاص هو الشخص مه. العدواني اللي يمكن عنده نقص في ثقته بنفسه ممكن يكون او عنده نقص في حاجه معينه بده يستولي عليها من قبل شخص ضعيف الجسد او ضعيف القوه هلا هلا بيكون هو نتيجه طبعا اذا بدنا نحكي هلأ عن الأسباب نعم. بدها تكون بقى. الأسباب دايما أسباب كتير مختلفة ومتعددة ممكن تكون حالة فردية أو ممكن تكون حالة جماعية هلا إذا أنا دايما بحب أحكي بيطلع أزود إشي منطلق تصرف الفرد للبيئة اللي هو عايشها الظروف اللي عاشها سواء ظروف اجتماعيه ظروف اقتصاديه <applause> ظروف سياسيه طبيعه العلاقات داخل الاسره <applause> اذا فيه هو كان زمان انه عنده ظروف اقتصاديه صعبه او ظروف سياسيه سياسيه صعبه ظروف اجتماعيه كيف انه منبوذ ممكن يكون الاسره مصحيح. انه كمان مش محبوب كمان انه هو عنده قدرات كمان مرات اكاديميه او قدرات حتى ضعيفة. اجتماعيه ضعيفه بحاول انه كيف بده يثبت وجوده وشايف حاله مضطهد وكمان ما حدا الطرف الاخر بسمع او بيعطيه فرصه انه يعبر يعبر عن احتياجاته، يعبر عن الامور، فبين توجهه بصير؟ توجهه بصير اللي بطريق المرضي العدواني نعم. اللي هو طريقة السيطرة والحصول وانه يخوف الغير ويشكل كمان عصابات او يشكل مجموعات نعم. سواء من داخل الاسرة ممكن آه 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 آه. يعني داخلية بنحكي لتنتقل لمرحله الحاره بعدين لمرحله ازرع على المدرسه لمرحله المدرسه وبصير هون عنا اشكال وانواع واسباب ان تسوي فدائما بحكي انه الشخص دائما سواء المتنمر او اللي بيسقط عليه التنمر وبكون هدف لمجموعه المتنمرين او الشخص الضعيف اللي هو بكون ممكن عاش كمان ظروف عنده ظروف كمان ممكن يتم مرات ممكن كو... ظروف كتير فقر وفيش امكانيه انه عنده قناعه على الامكانيات الموجودة داخل البيت الحنان فيش حنان دايماً الحنان علاقة الأفراد الأسرة مع أولادهم هي دايماً بحكي الجدار اللي بحمي أو الغطاء اللي بحمي أولادهم يوم تكون الأم أو الأب قريبين من أولادهم دايماً أنا بحط دايماً النواحي الاقتصادية أوكي بتلعب دور مثلاً الغني او الفقير او الدخل مثلا الاسره لتلبيه احتياجاتهم بصيرش انه بيطلعوا على برا كيفيه الاكتفاء الذاتي, الاكتفاء الذاتي اللي نعم. هو في حنان الام منتبهه لاولادها لمسلكياتهم سواء مبسوطين مش مبسوطين صحيح. منزويين مش منزويين قديش الام بتكون ذكيه بقول قديش انها بتكون قريبه من اولادها ما, ما دخل انه مستواها اوكي سبب من الاسباب انا مش بدي احكي لا الفقير انه بيعيش حشاء حياته زي لها. بس, لا. بس, يعني. بس لا علاقه الام يعني علاقه الام وحمايه حمايتها لاولادها ولاسرتها هون الكنز اللي انت بتحكي مزبط. عنه اللي هو بيؤدي لحمايه بجابه في المجتمع اللي يعني ممكن نحكي عن المتنمر هو شخص عنده نقص معين في شيء معين مزبوط هي سبب من الاسباب ممكن يكون شيء نفسي ممكن نعم. يشكون يكون نعم. شيء اشي سلوكي شيء اضطراب مثلا في الدماغ اضطراب ذهني نعم. احنا بنسميه انه كمان ظروف مثلا هو اسقط عليه اشي بده يحاول يهرب منه بحاول يسوي طريقه دفاعيه اللي هي عن طريقه الهجوم نعم. هلا والنقص اللي عنده كمان بده يحصل عليه عن طريق انه بيشعر انه هو قوي انه هو بده يخوف المقابل حواليه خاصه اذا عرف شو نقطه ضعف الـ نعم. الـ الـ اللي, قبال. نعم. اللي قباله اذا انسان ايه سوري احكي مرات الواحد بتعاطف انه هو الانسان بيكون ما عنده مجموعه اصحاب مثلا أيوة. إيه كمان إيه. بخاف او شخصيته ضعيفه او زي <applause> ما بنحكي هذه مربى خلوق مرات المربى والخلوق هي نقطه ضعف في مجتمعات أيوة. صحيح. معينه صحيح. اللي هو بقدرش انه جاب بيحكي لا ما بديش انا أطاوش بديش انه لا الدفاع عن النفس مش شرط طريقه الضرب او العنف الجسدي <applause> الدفاع عن النفس انك تحكي شو اللي تعرضت له صحيح. أيوة. إيه يعني بخصوص ما بتحكي انت الدفاع مش شرط يكون ضرب او مش شرط يكون عنف <applause> ممكن انت دافعي يعني عن حالك بطريقه حكي خلينا نحكي او أنك تحكي للاستاذ آه، آه. او بالزبط. للاهل آه. خلينا نحكي هون عن اشكال التنمر آه، يعني ما تطرقناش لهي النقطه اشكال آه. التنمر انواعه آه، ما لا يقتصر فقط على المدرسه ولا يقتصر فقط على العنف هو كمان لفظي بالزبط. صحيح هلا اشكاله انه بيكون يا اما لفظي انك تغلطي وتصير تجرح تجرح تجرحي اللي قبالك بالفاظ نابيه مؤذيه إلو مثلا يا قصير مثلا يا سمار يا يا هبيله مثلا او يا سقيطه مثلا سوري يعني هي آه المصطلحات اللي انا بحب دائما احكي مصطلحات الشارع طبعاً. اللي بصيرها بتصير زي كانها بين قوسين نكبيه بنحكي لها انها ستيغما بتصير للهاد مرات بيحملها او كمان المجموعه بصيروا يحكوا هاد زمان كانوا يحكوا له هيك نعم. يعني هي بتضل حملها لحتى على مستوى بالضبط للامن تاثر عليه نفسيا عند الكبر وكشخص يعني بالضبط أيوة كشخص هلا بنحكي شو اثارها بتكون على الفرد هاي اللفظيه كمان مرات بتتطور لإشي كمان انه كيف شيء نفسي انك انعزالي انك تحاولي تحصري في في زاويه والأخطر منها يوم يكون قديش انه الفريق الفرد المتنمر او مجموعه المتنمرين سواء مثلا زي ما حكينا بالحاره او سواء في المدرسه او في اي يسووا مجموعات انها بتصير كمان عدوانيه توصل لمرحله العدوانية اللي هي الاعتداء بالضرب باستخدام مثلا شغلات مثلا سواء بالايد سواء انه بمواد حادة او مواد مثلا ايذائية اللي هي الاسلحة البيضاء او حتى لدرجة انه ايذاء بطريقة ممكن تكون ادي للموت يعني انه يسووا له بالهم انهم يمزحوا ويخوفوا ممكن ادي انه لقتله تيجي مثلا الضربة قاتلة زي ما بيحكوها او انه نتيجة الخوف يهرب لمنطقة او تصير حادثة حدا. يعني هو هم ممكن يكون بنسويها فرعين انه مش قصدهم ايذاء القتل لكن تؤدي, تؤدي للقتل الى القتل وفي النهايه اذا كان الضغط كبير من هاي المجموعه على هذا الطرف والطرف الاخر الضعيف زي ما حكينا اللي بيحصل عليه التنمر وما في انه علاقته في اسرته ضعيفه للاسف عنده خوف عنده بصير انزواء عنده بصير العوارض اللي هي الاكتئاب النفسي الانزوائيه هاي بيؤدوا الى, إلى بالضبط العزله اللي هي انخفاض اذا بدنا نلاحظ على مستوياته سواء الاجتماعية أو حتى على مستوى الدراسة إذا هو بكون في روضة أو في مدرسة صحيح. أو شيء الانزواء بيؤدي إلى الخوف كل هذا والانزوائية وعزله عن سواء أسرتها بيؤدي مرات إلا إنه الموت بيكون بطريقتين يعني بيكون يا إما بطريقة ضغط نفسي أو انتحار اللي هي نتيجة الاكتئاب نعم. تؤدي نعم يعني هيك إحنا بنكون من بنحكي عن آثار المترتبة على الشخص بالضبط مركبة طبعاً. مع بعض هلا أشكاله وأنواعه بتكون هو يا إما بيكون مثلا شيء من الأسرة بنبدأ نعم. أول شيء دائما نتقن من داخلية. الاسره بالضبط نعم. إشي امور داخليه بتتصفي طبيعه الع... طبيعه العلاقات بين الاسره ممكن الاب إيه... يتنمر على ابنائه خلينا نحكي بالضبط اذا شافوا كمان الاب ليل نهار صيح على الام او صيح على ولد من الاولاد او طريقته في التعبير عدوانيه ما بيمسك كل شيء وبضربه لاولاده طب خلينا بس نحكي معلش فطل. يعني في البيت لازم يكون رب الاسره حاكم الاسره حتى ما يفلت اولاده يعني للشارع بس بس ولكن يعني هنا صحيح. في اختلاف يعني اختلاف انه كيف الاب يوم ما يصرخ على ابنه ما يكون تنمر لانه طبيعي الاب يصرخ على ابنه ولكن آه. كيف الطريقه اللي ممكن ما نخليها تنمر انه ما تاثر سلبيا سؤالك نوعا ما حلو واعي يعني صعب الموضوع اه هلا زي ما بيحكوها زي كانه بين الموجب والسالب بالسالب هلا الاب الذكي انه بتكون قواعده صارمه منطقيه عقلانيه ومع انه هلا يوم تحط قانون في البيت بدك تشرح للاولاد، الاب بده يحكي له مثلا الساعه 8 لازم تكونوا في البيت، الما بكون في البيت عنده مثلا ببطل يطلع مثلا مشاويره الخاصه، ببطل حتى وهو صغير يعني هو بيقدر ببطل. يحرمهم من شغلات معينه بعيدا عن انه أتلعب. يصيح مم. او يضرب او كذا، أه. أه. بيقدر يحرمهم من اشياء هم موفره لهم بالضبط، تكون في هناك قانون يتفقوا عليه الاسره اللي الاب بي... والام مع بعض لازم أه يكونوا طبعاً. متفقين، مش انه ب... تصير <applause> من وراء <applause> <يا لا لا تصفيق> معلش بهذا بتصير مرات انت هيك بتضر الام هي حنونه حنانها حبوه. سلبي بس بعدين بصير يحبوا الام أكثر, اكثر من الاب بحسوا انه الاب هو اه اذا هي شريره لهالدرجه مشان لا ممكن, تكسب عدم تتصرف هي هي. آه ممكن عدم وعي عندها هي حبها لاولادها ممكن عدم وعي زي ما أكيد. حكيت فهون بده يكون الاب والام متفقين يعني على القوانين اللي متخذه كمان يوم يكون العقاب حتى لو عاقب بده يشرح الاب لاولاده انه ليش تصرفت حتى اذا شيء خاص بينه وبينه واذا بتعلق كمان الاخوه ويعرفوا يعرفوا انه هيو مش هي سمحوا ولا انا بسوي زيه كمان يعني بصير زي كانه تنافس طريقه بالضبط الغيره السلبيه ممكن هي تؤدي لتنمر اللي حكيتيها بصير اه طب هطب طب انا بورجي مثلا بصير يا اما يخبي اغراضه يا اما يصير يفسد عليه بالطريقه بالضبط انه للاسف بتصير فجوه ما بين بنات الاخوه نعم. هلا الاب والام هون أذكي يوم يكونوا متفقين على القوانين اللي بدهم يسيروا فيها الاسره قديش بكونوا كمان يظهروا لهم الناحيه اذا المحبه كمان انه هو عاقب بس كمان يظهر المحبه في هيك وفي هيك صحيح. ان القانون مثلا بيعمل يعني زمان بتذكر الواحد مثلا انه اهله مثلا يقول لك انا مش موافق على رحله حتى انت كنت في جامعه مثلا صح. اوكي بدك تحترم هذا القرار يجي الاب مثلا الصبح اذا انت حابه بدك تروحي على الرحله روحي بس انا مش موافق مثلاً. أيوة. صحيح انا ابوي كان يستخدم معي هذا الاسلوب آه. بس, آه. بس آه. انا نفسيا آه. ما بدي اروح مش إن آه. لانه هو مش يعني هو مش مرتاح س... اوكي سمح لي اروح بس آه. هو مش مرتاح آه. فانه انا ليش بتدخل لش... الام هو بقول لك روحي روحي يعني بتشجع آه. آه. اه روحي يجي الاخ الاكبر يقول بدك تروحي بروح معك يعني زي كانه حمايه آه. آه. انا يعطي الطمانينه للاب مثلا فهون يصير النقاش انه اذا بدك تروحي او بدكيش تروحي حتى لمستوى مدرسه او حتى مستوى جامعه يعني الواحد يكون واضح وصريح يعني في هذا الحكي وفي احترام الاب والام يوم يسووا قوانين هم هدفهم انه يحمي اولادهم، هدفهم يحموهم من العوامل الخارجيه صحيح. وكمان تزيد الترابط بين الأسرة قديش كمان قديش مهم انه الاب لما يرفض شغله مثلا يقول لابنه لأ ممنوع تروح على المكان الفلاني او ممنوع تسوي هيك قديش حلو انه يعني يناقشوا بهذا الموضوع يقنعوا ليش لا بالزبط. يعني انه يكون هو مقتنع انه اوكي ابوي ما سمح لي عشان هذا السبب، صحيح. يكون مقتنع بالسبب إيه لا وخلص ما تناقش الشرح لانه اذا ما تناقش الاب وما ناقش للاولاد وجهه نظره مثلا حتى بغض النظر انه الاب متعلم ولا مش متعلم، الاب اب يعني عنده حاسه رابطه وقويه انه بده اولاده احسن اولاد تكون، صح. فهو انا بنصح دائما الاهل يوم يحكوا لاولادهم حتى لو بطريقه صارمه بس فيها شويه حنيه مثلا ووضوح واتفاق مثلا ويشعرهم انه اذا سووا منيح كمان يعزز فيهم هاي الشغله صحيح. سواء انه بمكافاه اذا بحبوا يروحوا مثلا بساعه محدده اذا بدهم مثلا يتصرفوا باي شيء مثلا عندهم برنامجهم اوكي ضمن هاي الشروط اذا موافقة عليها مثلا وتكون واضحه للجميع وك هون بادي دائما بحكي انه بتكون العلاقه واضحه وقويه ومدعومه من قبل سواء الاخوه لبعض او حتى الام والابو م. انت هون بتواجهي اي حاله سواء تنمر اي حاله اسقاط اي حاله انه زي بدنا نحكيهم هلا اشكال كمان نعم. التنمر من خلال زي ما حكيت الشيء الالكتروني مه. او من خلال المدرسه مثلا او خلال حتى العمل، مرات العمل اذا بدنا ننتقل هلا لمرحله مثلا مه. كيف التنمر مثلا الالكتروني زي ما بنحكي انه كيف بدخله يا يعني اما سواء بنسمع كثير عماله بينسرق مثلا حسابات وبيسووا منتجات ايضا كثيره. للاسف زي ما سمعنا من دون بأخراً. نحكي مناطق نعم. انه تؤدي حتى لو متزوجات كمان مش شرط انه حتى اولاد نتيجه عدم الوعي كيفيه لوين بدها تتوجه صحيح. الست سواء متزوجة او سواء صبيه مثلا مش متزوجه عزباء مثلا ذكر او انثى مثلا التنمر يحدث للجميع على ها. فكره صحيح. مش للاطفال الصغار او حتى الذكور او الاناث مثلا التنمر باشكاله وانواعه ممكن يحصل على جميع افراد مجتمعنا مي... مي... اللي هي بتحصل عن طريق بالدول بين بعض اللي هي ت... اللي هو التنمر السياسي يعني حتى... كيف القويه هي بدل صح صح. الحرمان مثلا الانور يعني شغلات اللي هم كانوا يتغنوا للاسف فيها ويتمرجوه انه انسانية انسانيه وت... لكن اتضح شوفوا كيف صحيح. قديش العدواني قديش التنمر صحيح. بدأ الحرمان دوله اللي هي زي دول العظمى على دوله محتله ضائع. اللي هي احنا ك يعني كمان هون بدي انوه لشغله انه يوم ما البنت تعرض لعمليه الاسقاط لو كان في ترابط قوي بينها وبين اهلها ممكن تتوجه لاهلها وت وتصارحهم آه. بس بخوفها وعدم ثقه اهلها فيها ممكن في مرحله من مراحل بتخليها تمتنع عن الحكي لأهلها ممكن تقع بغلط أكبر من هيك لأنها بالزبط. ما واجهت أهلها. أنا بدي أحكي تجربة شخصية نعم. لايت نطلع موضوع بس بفيد يعني آه. اللي هي قديش علاقة الأهل قد بتكون قويه في الاولاد قد انه بتادي الى حمايه وقوتك انت وتجابه الناس اللي حواليك فمره من الايام كان في ناس بزوروا منهم يعني مم. يعني شباب هنا اقل شيء كان 35 الواحد انه جايين زوارة للبيت مثلا فكان الوالد مريض يعني وتخيلي انه شوف الظرف كمان ففي دخلتي فبيحكوا حدا منهم بقول اي يا عمي بنزمر لك في البلد بترديش ما انت ماشيه مع شباب مم. مم. هلا انا ضرب في مخي 100 شغله وزمان يعني هذا الحكي بتحكي انت فبدي احكي كيف طبيعه علاقه الاهل زي ما حكيت لايت no. اللي هي فانا بسرعه يعني كيف بسرعه برمت يعني اطلع رد فعل ابوي ولا امي وورمان يعني قديش سر يعني انه محرج كل ادب طبعًا لا كل ادب وخطر لبنت بسيطه بنت ما عندهاش قوه العلاقه مع الاهل صح. الوضوح مثلا شخصيتك انت كمان قديش بتلعب دور فانا بسرعه ابوي كان يستنى جوابي بيعرف اني شو ممكن اجاوبه منا. فهو بطلع ابوي انه شو تجاوبيه هلا فقلت له طبعا يعني شباب ما بتمشي الا مع شباب انا محلاني في البلد وانا ماشي ما مش منيحه لإلي هاي <تصفيق> <تصفيق> فابوي هيك حكالي اه فناديت امي <applause> قلت لها الحقيقة <applause> فاخذت امي لجوا قلت لها معك خمس دقائق اذا بدك تشربيهم قهوه او شربوا القهوه وخيالهم في كل الدار ما بشوفه آه قال خلص خلص سويت جاوبت قلت لها لسه ما جاوبت اشي فبالفعل <applause> انحرموا <applause> <applause> فيعني قديش انا بتطلع انه قديش ممكن تكون إيه لو بنت إيه بسيطه طيبه يعني ممكن مره مرور يعني ممكن صحيح. سألس يعني صح. بغض النظر شو طبيعه المشيه شو طبيعه الوجود هيك إيه يعني قديش انه ممكن البنت بريئه يعني ثاني مثلا بس بس بسيطه بتعرفش بس كيف يعني هون كمان رساله آه. للاهل انه اسمعوا من بناتكم اعطوهم آه. مجال ما تحكموا عليهم الثقة. من قبل الناس اللي عم بس لكل الناس ممكن ونقرر بعدها تفضلي ماجدة يعني بهاي الحاله خلينا نحكي سو... ممكن م. تكون البنت ضعيفه ممكن تكون علاقتها باهلها مش ما فيها الثقة ما فيها العلاقة اللي دايما مبنية على النقاش والتفاهم دايما كيف ممكن الأهل يعرفوا أنه أبنائهم بتعرضوا للتنمر من دون ما يحكوا لهم يعني مثلا نفرض أن هذول الأطفال ضعفين مش متعودين أنهم يحكوا لهم كتير أهلهم. سهل على فكرة كيف سهل يعرف؟ كيف إذا أنت مش ليل نهار على الشات مش ليل نهار تداون مع الجارات مثلا اه حلو العلاقه الاجتماعيه كثير حلوه سواء الجار الناس للناس زي ما بحكوها صحيح. بس كل شيء له حدود وبطريقه انه منهجيه اهم شيء بيتك كمان هلا انا دائما اهم شيء زي ما بحكي اذا هو داخل البيت بعرف انا كيف تصرفات ابني اذا بتفرج على التلفزيون بتفرجش على التلفزيون راح مثلا يلعب بالحاره او رجع من المدرسه او حتى من الجامعه خلينا على كل الاصعده او في العمل طبيعته بيجي وبيحكي وبنكر او بيسوي اي شيء صار انه مش طبيعته مثلا كامس بحكي معه ما برد او بحكي معه انا بحكي للطرفين يعني انه بدخل بسرعه اذا عنده غرفه خاصه بدخل على غرفته الخاصه وبسكر الباب ما حدا يحكي معه مش ماكل زي عادته ما بتطلب زي عادته فهون انه طبيعه مسلكه لا. طبيعه انه تصرفه في question مارك في علامه سؤال هون انه معناه في شيء مش على طبيعته انا هون مش بيجي بالصياح بقول له في شيء مش عاجبك مثلا سواء إن واي او دايركت واي سواء بطريقه مباشره او غير مباشره، كنه ممكن بمزحه، كنه هالاكلات اليوم مش عاجبينك، لك أكل من يوم مش موجود تدخلي مازلو بالنقاش اه شوي شوي انت شاطره كام او ك حتى اذا بين الاخوه كمان انه ممكن الاخ يدير باله على اخوه انا بحكي قد صحيح, صحيح يعني هون آه بس خلينا ست ماجده لضيق الوقت يعني ايه ايه لا يمل من الموضوع موضوع اه عميق اه ومهم اه ولكن ضيق اه الوقت، علاج ظاهره التنمر، كيف ممكن نعالج هذا الموضوع سواء كنا من عيله او خلال مدير المدرسه والاساتذه في الجامعه حتى او أهم في اهم شيء زي ما حكينا طبيعه العلاقات الاهل، تواصلهم مع المدرسه كمان، ينتبهوا كمان إيه إيه وسائل الاعلام كمان تكون مشتركه، كيف وسائل الاعلام تسوي سكرينينج في البلد شو اهم القضايا الممكن ممكن انه بيعانوا فيها، مجتمعنا اسرنا مدارسنا روضاتنا، إيه كمان اهم شيء إيه وننتبه لاولادنا كيف بتابعوا كمان، شو طبيعه البرامج اللي بتابعوا طبيعه صح. الاصدقاء اللي إيه الموجوده، والحل دائما انه يكون في المدرسه يكون اخصائي، الاخصائي له دور كثير مهم بالضبط الاخصائي الاجتماعي في المدرسه يكون مش بس وظيفه ده. لا ينتبه كمان لشو في شغلات قضايا في المدرسه ويكون متواصل مع اداره الأهل. المدرسه مع الاهل، دائما التيم العمل الجماعي هو اللي ناجح، انا مش كمان إن اهم إشي الاهل كمان يتبعوا اولادهم اذا بروحوا على نادي، اذا بروحوا على مدرسه، وهان انا بدي اضيف نقطه كثير مهمه، اولادنا كمان مشان نحافظ عليهم كمان مع رقبتنا وهيك شيء ندمجهم كمان في انشطه تطوعيه، انشطه رياضيه حتى انشطه شخصيت فنيه شخصيتهم تقوى برافو عليكي، هلا هل شخصيتهم تقوى كل الشغلات السلبيه بتطلع كمان بصيروا يوجهوا طاقاتهم بطريقة إيجابية. ايجابيه بتنمي قدراتهم وشخصيتهم وبتحميهم على الصعيدين خلينا نحكي المتنمر واللي واقع عليه. بالضبط. اه لانه انت المتنمر عنده ظروفه ما هو الثاني، فهلا احنا كمان اذا بنقدر انه كمان نعالجه نعالجه كمان يكون في قانون وفي عقاب يعني هو زي ما يعني حكيت الموضوع كثير كبير صح اه تفضل نقطه اخيره على الحلول في نظري ممكن كمان المسلسلات تاثر علينا المسلسلات التركيه جدا او الجديده اللي حتى, حتى فيها الـ الـ اكشن وفيها حتى دراما حتى المصارعه هاي اللي آه كانوا اولاد صغار يحضروها هاي. زي ما حكينا هلا بصير يقلدوا بصير يقلدوا سواء من كرتون ناخذ على مراحل كرتون زي ما حكينا زي ما حكيت انت هلا تفضلت الافلام التركيه او افلام مكسيكيه زمان صحيح. كانوا يتقمصوا الاطوار بعد الصبايا وبعد الشباب يادوا للاسف وباب لا, لا. كمان آه اثرت كان اخي وهو صغير آه. حمل الخ... كان عندنا خنجر حمله بده يقتل ابوه يعني ما شاء الله فهذا نوع من انواع <applause> التنمر <تفتاق> في الكيبا <applause> يعني... <applause> عجب ماجد شكرا كثير لك على يعني هاي المعلومات نتمنى يكون الكل استفاد من هاي المعلومات سواء الاهل المدارس وحتى الطلاب والجامعات كل المراحل العمريه شكرا لك ماجد ابو غوش اخصائيه اجتماعيه في الاغاثه الطبيه يعطيكم العافيه يعطيك العافيه <applause> ننتقل مشاهدينا لفاصل قصير بعد رح نكون مع تاني فقراتنا ابقوا معنا